مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نجدد مع حضراتكم التحية والترحيب، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. انطلاقة شوطنا التاسع ضمن انطلاقات وتحديات أشواط هذا المساء الذي خصص للجذاع والأشواط المفتوحة. انطلق هذا الشوط التاسع الذي يحمل لنا في طياته منافسات وتحديات وشعارات انطلقت وحضرت في هذا المهرجان هنا، ونتمنى التوفيق للجميع. انطلق هذا الشوط ويحمل لنا 20 اسم مشارك منطلق وحاضر معنا من خلال هذا المسار وهذا التحدي. البداية مع المركز الأول، مع مقدمة هذا الشوط، مع مريعة لحمد بن جار الله بن سالم بن فهيد المكسور، من يقدم لنا مريعة على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما النقل والدور إلى المركز الثاني لكي نتابع شعار سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد بن خليفة آل نهيان، يقدم لنا عديمة وانطلاقة عديمة بمتابعة الصادق بن فضل الأمين على المركز الثاني. المركز الثالث تقدمت الآن مطيلة لهجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. المركز الرابع تتقدم هنا هجن الرياسة مع انطلاقة زود سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، من يقدم لنا الزود على المركز الرابع بهذا الشعار الحمر. المركز الخامس انطلقت الآن وتقدمت أسرار حسني بن علي بن محمد القرشي، من يقدم لنا أسرار، وأيضا القدوم من هذا الشعار شعار عبد الله بن محسن بن راشد آل فهيدة المري مع انطلاقة الفلوجة المحتلة. للمركز السادس، المركز السابع هنا القدوم من شعار بن كليب، تتقدم هنا معزة وعبد العزيز بن سيف بن علي بن سويلم الكتبي، من يقدم لنا معزة على انطلاقة المركز السابع. المركز الثامن القدوم والحضور من شعار هجن العاصفة، تتقدم مع انطلاقة الشاهنية المحتلة. للمركز الثامن غياث الهلالي في المتابعة والتضمير، وصلت هجن الرياسة الآن وتقدمت بشعارها الحمر القدوم مع هذه الانطلاقة. مشاهدين الكرام وصلت الآن وتقدمت شفا لهجن الرياسة وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي مع انطلاقة المركز التاسع مع انطلاقة هجن الرياسة. المركز العاشر القدوم والوصول من الحاكمة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، من يقدم لنا الحاكمة القادمة في هذه اللحظات، ولكن التدخل من شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود مع انطلاقة رفحة وحمد بن محمد بن حمد الغفراني المري. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، العشرة المراكز الأولى هنا ذعناها على حضراتكم مع انطلاقة هذا المسار وهذا التحدي الأصيل، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول، إلى أسرار، أسرار لحسني بن علي بن محمد القرشي، من يقدم لنا أسرار على الصدارة وعلى المركز الأول. هنا تقود هذه الانطلاقة. المركز الثاني تقدمت رفحة، ما شاء الله على انطلاقة رفحة وعلى أدائها، ذعناها في المركز العاشر وهي الآن تحتل مركز الوصافة، تتقدم بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، وبمتابعة حمد بن محمد بن حمد الغفراني المري. المركز الثالث تتقدم هنا هجن الشحانية، الشعار الأدعم مع انطلاقة مطيلة مع المركز الثالث، والبرنس
جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل مع انطلاقة ثالث الأسماء. وصلت الرياسة الآن مع انطلاقة المركز الرابع مع انطلاقة شفاء. الله الله الله، وصل الحمر الآن مع انطلاقة شفاء لهجن الرياسة والعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي العملاق من تميز في هذا المساء مع انطلاقة هذا الشعار الحمر. وصلت الآن وتقدمت هجن العاصفة مع انطلاقة خامس الأسماء غياث الهلالي من يتابع لنا الشاهنية المحتلة للمركز الخامس. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات. الله 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 الله، وصلت الآن وتقدمت الفلوجة عبد الله بن محسن بن راشد آلف هيده المرية. وصل الآن مع انطلاقة الفلوجة، ووصل بن كليب الآن مع انطلاقة شعاره مع انطلاقة معزة في هذه اللحظات. مشاهدين الكرام، عبد العزيز بن سيف بن علي بن سويلم الاكتبي، وأيضا تقدمت هجن الرياسة مع انطلاقة الحذرة، ووصلت الآن وتقدمت بشعار بن حميان. هنا وصل الدرب عبد الله بن غصاب بن مصبح راعي الطير العامري، وصل مع انطلاق الدرب. ولكن اعود الى مقدمة الشوط والصدارة الى رفحة من غيرت من انطلقت بالشعار الملكي. انطلقت رفحة بشعار صاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، ودقت اجراس الكيلومتر الاخير. يا سلام يا سلام، هنالك رفحة قائدة منطلقة على أرضية هذا الميدان. يا سلام، تحركت أسرار مع المركز الثاني حسني بن علي بن مبارك القرشي مع انطلاقة أسرار مع المركز الثاني. تحركت هجن الرياسة مع انطلاقة شفاء، ولكن الله رفحة طارت 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 هناك على الصدارة بالشعار الخضر، شعار الخطر، شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود بمتابعة حمد بن محمد بن حمد الغفراني المري. يا سلام يا سلام على هذا الانطلاق وهذا التحدي وهذا سلام. العروض الأخيرة، العروضات النهائية مع انطلاقة هذا الشعار، شعار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود على انطلاقة رفحة 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 بطلة لهذا الشوط. هنا تبقي السلام في المملكة مع هذا الشعار الخضر، مع الشعار الخطر، مع الشعار الذي يمثلنا خير تمثيل في جميع المحافل. مشكور يا حمد يا بن محمد يا الغفراني المري من تابع لنا رفحة في هذا المسار وفي هذا الانطلاق. تهانينا والنوماس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود على فوز رفحة بالمركز الأول. المركز الثاني شعار مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي مع الشاهنية. المركز الثالث شعار المركز الثالث الفلوجة لعبد الله بن محسن بن راشد الفهيد المري. والمركز الرابع المركز الرابع شفاء لهجن الرياسة مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. والمركز الخامس مطيلة لهجن الشحانية بمتابعة جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت. تهانينا والنوماس مشاهدين الكرام لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود على فوز رفحة بالمركز الأول. والتوقيت الزمني لحظة الفوز والانتصار ولحظة انتزاع النوماس في هذا المساء في سن الجذاع ومع شوطنا التاسع. توقيت رفحة صاحبة المركز الأول منتزعة النوماس والانتصار في هذا المساء. توقيتها الزمني